من جديد في مشوارنا المسائي اليوم، وفي ثاني فقراتنا نتطرق لجانب مهم جدا وأيضا عنده دور كبير جدا على تأثير على البلاد اقتصاديا وأيضا مجتمعيا بشكل كبير. لطالما كانت المدينة هي الواحة الأوسع والأكبر، ولكن كان الريف هو الجمال، هو ممكن يكون المكان اللي كلنا بنلجأ له اقتصاديا، بنلجأ له نفسيا، بنلجأ للريف بكل تفاصيله الجميلة والبسيطة اللي هي قادرة على تغيير مزاجنا وأيضا قادرة على تغيير اقتصادنا وأوضاعنا المعيشية. ولكن الآونة الأخيرة بقينا بنواجه مشكلة كبيرة جدا، وهو الريف بدأ يفقد رونقه بجمال الإنسان، والإنسان هو حاضرة المكان الأساسية والزمان، ووجود الإنسان هو الذي يصنع حياة. ما بين الهجرة من الريف إلى المدينة وهجر الكثير من القرى والمدن ممكن تسبب مشاكل وإشكاليات كبيرة جدا، ممكن ظهرت في المجتمع وأيضا ظهرت على المستوى الاقتصادي كما سبق وذكرت، ممكن ده جانب كبير جدا حقيف عليه. ولكن دعوني أرحب بضيف الموجود معي اليوم داخل الاستوديو، دكتور فاروق البدوي، باحث إنساني. مرحبا بك دكتور فاروق، مساء الخير عليك. يا مساء النور عليكم، وكل عام وانت بخير. انت بخير في اي وقت، كل يوم وانت بخير يا سلام، والبلد بخير ان شاء الله. اول حاجه لو سمحت لي اترحم على شهداء ثوره ديسمبر المعلمه الملهمه. صحيح، انا اطلقت اللفظ ده، المعلمه الملهمه. يا سلام، مجيده وخالده واي شيء، لكن ديسمبر الناس استفادوا وتعلموا منها حاجات كثيره. صحيح، المعلمه الملهمه. اترحم على الشهداء كلهم، كل شهداء السودان. أتمنى العودة السليمة للمفقودين والشفاء للجرحى. إن شاء الله الضغط الحاصل على الإنسان، إنسان ثورة ديسمبر المعلمة الملهمة، إنسان السودان يخف شوية. مرحب بكم. مرحب بك يا دكتور فاروق. في حديثنا عن ترييف المدينة، عايزينك تحدثنا عن ماذا نعني بترييف المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترييف المدينة اللفظ العام إنه الناس تركوا الريف جل المدينة، أيا كانت المدينة. نعم. وخرطوم مدينة، فاشر مدينة، عبر مدينة، دار الأبيض مدينة. صحيح. كسلة، عبر، كل. نعم. حتى في أوروبا بتحصل، وفي أمريكا بتحصل، في آسيا بتحصل. بيجوا لأسباب ضائقة معينة. الناس بياخذوا المعنى ده في تريف المكان. لكن لو سمحتوا لي أنا ما أخذه بمعنى آخر. بمعنى الإنسان. Yes. تريف الإنسان للمكان أهمل المكان ودمر المكان، وبعض مرات إذا حصل له إخلاء كامل المكان انهجر. فعشان كده لما تتريف المدينة بوصول، انا ما احب اسميها نزوح. الانسان اللي بينزح ده الا في الفتره الاخيره، والمثال اللي حصل اول الالفينات بسبب الحروب اللي كانت دايره في دارفور، نزحوا الناس وقسرا قهرا تركوا بلادهم مآويهم. يبقى الانسان لما ينزح المكان نساه، نزح في نفسه، مشى مكان جديد. تريف المدينة لما أهل الريف يجوا لأي مدينة كانت من المدن، ما شرط الخرطوم، أي مدينة من المدن الكبرى القريبة اليوم، معروف أهل الريف بيعيشوا حياة بسيطة مريحة، فيها صفاء نفس، فيها عادات تقاليد اجتماعية جميلة، حتى لو كانت بنقول من القديم البالي، لكن محافظين عليها في ريفهم بالمعنى الجميل فيما بينهم. أنا لفيت في فترة معينة، لفيت يعني وصلت لغاية أبو حمد، أخذت حوالي 10-11 شهر ما بين كردفان دارفور متواصلة. مشيت الشرق من بورسودان سواكن لغاية قرورة في أقصى جنوب الشرق. ما وصلت النيل الأزرق لأسباب. المهم الريف بإنسان جميل، كنت أتمنى إنسان الريف ببساطته وحلاوته
والله حلو جميل صحيح. لما يجي المدينة يكون ببساطته وحلاوته دي كإنسان يعم بيها الناس في المدينة، ناس المدينة الصخب والجري ورا المعيشة والمنافسة والجلسي الغيرة. ليه مثلا ما شاء الله عليكم وقام لابس الفستان السمح ده وأمونا بلبسة الجميلة دي، أنا ليه ما ألبس زيها؟ التمدن هنا دي أنت جيتني به سماحتك من الريف قودني أنا أقعد معاك أبقى زيك، مش لما تجي تخالطني في الجامعة ولا تخالطني في الوظيفة ولا تخالطني في المجتمع في الحي تشيل. ما كمان هنا ما داير أنقص أهل المدينة حقهم، فيهم الخير فيهم الخير الكثير، لكن ما تاخد الصفات السالبة في إنسان المدينة وتدخلها في نفسك تعيش معاه. نعم ممكن نقول دكتور فاروق هو ما تفقد هويتك ولونك وشكلك الجذبة وتتصهر في ثقافات وهويات هي ممكن تكون لا تاب عليك ولا أنت بتنضم لها. هنا أنا في الهوية داير أقول إن هويتنا واحدة، إنسان سوداني بغض النظر عن دينه، إنسان سوداني واحد من الخرطوم لغاية أقصى غرب السودان ولغاية أقصى شرق السودان شمالا جنوبا. نعم. هويتنا أنا إنسان سوداني. نعم. قبيلتي اعتز بيها، أنا ما داير أقول قبيلتي شنو، اعتز بيها قبيلتي. نعم. وأنت تعتز بيها قبيلتك، لكن ما أتعامل معك بقبلية. القبلية التعامل القبلي العصبي الشين في الإنسان السوداني يعني ما كان موجود. صحيح. زكاه النظام المخلوع السابق. صحيح. وبعض فلوله الموجودين زكوا النظام الحتة بتاعت القبلية دي. أنا ود. صح. سياسة فرق تسود ممكن نقول. مضرة. عين موديانا وين؟ صح. سايقانا وين؟ الإنسان جيتني بسماحتك جيتني يا أخي، يعني أنا لقيت ناس وعاشرت ناس وعايشت ناس في نيالة وفي زالنجي، لما جو هنا وبعد فترة من الزمن حتى بقول لي يا فلان ما ياكل، أنا قعدت معاك هنا في الورطة وكلت العصيدة في القدح، خليني أنا لما جيتك هناك جيتك بخرطومتي جيتك بأم درمانتي، أنا أم درماني قديم مولود ومربى في أم درمان، حتى الشباب يحبوا أم درمان شديد. نعم هنا في صراحة حاليا يعني ممكن أنا من الأشخاص البلحاس جدا لأم درمان، يعني أنا أم درمان أنا السودان. نعم يا سلام. أم درمان دي حاجة تانية يا جماعة، والله خلونا أرسل رسالة أسألكم بالله تعالى من برنامج حضرتك بنيات السمحات دي في حضرة المساء إنه قبيلتك خليها في روحك. السلام. أنا ما حسي خلينا نقولها، لكن ما في زور والله لأول مرة في حياتي علينا، لأنه دار يا جماعة خلونا في قبيلتنا عندنا بس، لكن القبلية الشينة دي ما تجيني أنا قاعد معاك في قاعدة. أنا لو ما كنت مضطر الليلة أقول عشان أوجه الرسالة دي ما كنت والله ما كنت بقولها. يمكن لما أطلع من هنا تقوم أمونا تقول لك يا وئام الحلبة دي جانا من وين؟ صحيح نعم بالتأكيد. يا سلام. ممكن دكتور فاروق يعني خلينا نرجع لتراك موضوعنا والأسبوع بتاع موضوعنا الريف. أنت تحدثت لكن وقدمت رسالة حقيقة أنا بشوفها كبيرة جدا ورسالة مهمة في الأزمة والفترة اللي بتمر بها البلاد، أن إحنا نخط يدنا في يدين بعض ونبعد القبلية ونبعد أنه إحنا دائما عندنا النعرات العنصرية بأشكال المختلفة، في النهاية إحنا إخوان وفي النهاية كلنا بننضم تحت الهوية السودانية وبضمنا بلد واحد وقلب واحد. لكن نرجع للريف، الريف والتمدن. انت ذكرت حاجة جميلة جدا ان الريف سمح بناسه بأهله بريحته بطيبته بتفاصيله كلها. شاهدنا عبر الجامعات عبر المنصات المختلفة انه ناس الريف زي ما ذكرت بنصهروا في المجتمع. الترتبات السالبة ما عدا انه الانصهار وفقد الهوية الأساسية للمنطقة وعكس ثقافتك ممكن يكون في الجوانب الاقتصادية والجوانب اللي بتفيد البلاد في ترييف المدينة هي شو بالضبط؟ طيب في النقطة دي انت قلت حاجة بس داير اعمل فيها مسحة، انا دايما بحب افرق على الناس. انت قلت ان احنا اخوان لكن نعم. ما كيزان
طيب نجي لتريف المدينة. صحيح صحيح. نجي للمسألة دي، المعالجة بسيطة. نعم. أنا يعني أخوي ده من الريف، براه بأسرته، يعني عندي أنا مؤسس ورئيس لبرنامج اسمه منظمة اسمه برنامج يوتوبيا البناء النماء. يوتوبيا هي المدينة الفاضلة عند أفلاطون وأرسطو. أنا ما درستها فلسفة. الأخ عبد الله سفيان كان معاكم الضيف اللي سبق. نعم. هو دكتوراه عالية جدا في الفلسفة والتدريب كله، جزء معاي في العمل ليا. وناس كثير. نحن الإنسان الجانة من بردة ترك منطقته وجاء، ليه ما نديه وشنا السمح اللي عندنا نحن؟ نعم. ليه دائما، خليني اكون واضح وصريح جدا، انا انسان صريح، صريح للدرجه عاليه، حتى بدخلني في مشاكل، but I don't damn care. لانه I have to go ahead. احنا محتاجين الصراحه دي ذاتها يا دكتور فاروق، عشان البلد دي تمشي لقدام محتاجين نكون كلنا واضحين وصريحين مع نفسنا اولا ومع حولنا. نعم. صارح نفسك، واجه نفسك. انا بعد مرات بقعد كده، ده والله يا ود البدوي، صارح نفسك، واجه نفسك عشان تقدر. اي انا جاني اخذه من برا يا سيدي، ليه طوالي جاني دافر من وين؟ جاني نازح من وين؟ جاني ضايقني في عيشتي؟ انت عارف هو شنو؟ داير احكي مثال بسيط والله حسيت تذكرته. قصة ترسلت في الوسائط قبل أسبوع. طالب جامع داخل في الفصل في دولة من الدول في عز الصيف، لابس بوت عالي كبير. الأستاذ شافه كده بس يعني ما حب المنظر، سأله سؤال، وجه له سؤاله مباشرة، الرد غلط. قال لي ما لازم ما تكون فاهم، لانه انت مما جيت داخل انا شفتك بالبوت الكبير ده عرفتك ما بتفهم. الولد وقف طوالي، مش على طوالي قدام الطلبه هناك، رفع بنطلونه، رجلينه الاثنين كانت صناعيات. فقال له انا البوت ده القدام اللي ربطوا عليه، ربطوا فيها البوت ده وربطوا فيها الاحذيه كلها كده. حكم عليه بالنصح، حكم مسبق. طيب نحن الحل في اننا نتوافق، نتعايش، نستحمل بعض. صحيح. ونقيف مع بعض، ان بعد العسر يسرا. كيف انا هنا بتذكرني حاجه، ليوبولد سونغور قال له حكمة عالية جدا جدا والله بحت الزباه، قال نعم. كل ما يموت أفريقي تموت مكتبة وحكمة معاه. يا سلام. لأنه شايله في صدره، خليني شايله في صدري ده أعيش به مع أخوي. وأنا من هنا من عبر كاميراتكم دي يا قناة البلد وفي حضرة المساء الجميل ده، يا سلام، حكاية نتعايش، نتوافق، نتسالم، نقعد زي ما بقولوا أهلنا في الواطة، بقولها بحدة، نقعد في الواطة للسياسيين والحاكمين، أقعدوا في الواطة دي أمرقوا بينا بالبلد دي من قبل يوم 15/6. سامعين؟ سامعين؟ ما سامعين؟ تسمعوا. صحيح. لابد يكون في إطار أنا أقبل به جايين من برا. المعالجة في التعايش بيناتنا، في الأخوة بيناتنا. ويا أخي أنت تركت بلدك لأي سبب من الأسباب، يعني في ناس كثيرين جدا بيجوا للعلاج. أنا واحد مبارح يحكي لي في مستشفى آسيا، قال لي نحن جايين من أقاصي غرب كردفان، ما لقينا لا في الأبيض لا لا لا، كل المدن المروا بها كلهم يصلوا الخرطوم.
في مسألة التعايش والوئام دي أعرف ظروفه، لكن أنت كمان لما تجي لما تريف الريف وتجي لل 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 للمدينة وتجي لل المدينة صحيح، تعال بحاجاتك السمح ما تبقى لي سمح مظهر وشين جوهر. شين الجوهر يا أخي ما كده الصمت أبلغ. يا سلام. صحيح دكتور فاروق، هل الهجرة من الريف للمدينة تصنح سلام مجتمعي ونسيج اجتماعي واحد؟ 100%. لأنه بتعرفني بيك. أكيد. أنت بتجيني يا أخي والله شكرا لك، أنت جيتني بعاداتك وتقاليدك أنا ما كنت عارفها. صحيح. شوفي الحصل في صبط ميدان القيادة على مدى شهور، وأنا كنت صعبية حقيقة. يا سلام. الحصل ده لو خرجنا منه وعممناه في السودان كله كنا هناك، انتوا اكيد طبعا كنتوا فيه وبتمشوا، كنتوا عارفين دم وين من غرب السودان ولا دم من شرق السودان ولا دم من وين، من ام درمان ولا الخرطوم ولا غيره. ناس بوتقه واحده. صحيح. اسره واحده، جزء واحد، داير مويه بتجيك 10 كباب مويه. نعم. والعشره كباب مويه دي يمكن فيها 10 5 عصير، وبعد مرات واحد يجيب لك معاه كمان ساندويتش. وعندك شيل وما عندك امشي، شيل وامشي، عندك خطوه عندك شيل امشي. نعم. القهوة بيجاي ومعاها بسكويت كمان. نعم. دكتور فاروق خليني أقف معك عشان يعني لضيق الزمن عايز أقف معك في نقطة مهمة جدا. تحدثت قبل قليل عن جانب مهم وممكن القيادة بتخليني أقف على نفس الجانب، تكلمت عن أنه وجهت رسالة بشكل صريح، العبارة أقعدوا في الأرض خلونا نحل مشاكلنا الداخلية. كلمة بنسمعها الآن في كل البرامج السياسية، في كل الصحف، في كل المنابر السياسية، انقلاق الأفق، الحوار الداخلي. كلمة محزنة جدا حقيقة، قاعدة تستوقفني جدا، انه احنا حوار بيننا انغلق وبقينا محتاجين لبعث امم خارجية انها هي تحاول تحاور فيما بين الاخوة. الجانب ده احنا ممكن يعني لو عايزين معالجة له وعايزين نعبر بالبلاد، لانه الان ما بين الريف والمدينة المشكلة تأزمت وكبرت عن ذلك، احنا كيف ممكن نقعد من جديد، كيف ممكن نتحاور بشكل وصلنا لنتيجة حقيقية؟ طيب نحن تحولنا من تريف المدينة لتريف السودان. نحن حسب كلامك ده نحن الليله في مرحله بتاع تريف السودان. صحيح. لجوءنا للخارج عشان يحل لنا مشاكلنا. عندنا المثل بيقول انا واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب، حسب بقيت انا الغريب على اخوي. انا هنا دهشني قبل كده اعلان طلع وخليني اقوله، شنو يعني الثوار يطلبوا نمشي نعمل اعتصام عند السفارة الأمريكية عشان تجاب مطالبنا؟ ليه أنا ألجأ للولايات المتحدة الأمريكية؟ What is it and who is it United States؟ أقوله بأمانة نقعد في الوطن دي. تريف السودان حاصل بسبب مطامع السياسيين ومطامع العسكريين ومطامع المكون الموجود حاليا. المكون صادي، الجهات المفروض يتحدث معاها ويتفق معاها على خير السودان صادة. يا أخي أنتوا كلكم ماشيين الاثنين يعني ما جايين عكس عشان تتقابلوا، أنتوا الاثنين ماشيين في اتجاه واحد. يا أخي قبلوا على بعض، قبلوا على بعض، قبلوا على بعض، فيس تو فيس، طن تو طن، إير تو إير، قبل، كلمني أكلمك. يا أخي فاوضني بلا زعل. فاوضني بلا زعل. ما تجي أنت سياسي شايل لك أجندة يا أنا يا بلاش. ما تجي أنت عسكري ولا من ال... بعدين بيقت في مسميات قبيحة، أربعة طويلة وناس منو وده عنده منو. جماعة نحن سوداننا ماشي وين؟ أنا من درمان، أنا السودان، سوداننا ماشي وين؟ والله نحن ناس من درمان والناس الأصيلين في كل المدن، حي القلعة في اللويط، حي في أبو حمد، في نيالة، في الدمازين، في كسل والقطار في بورسودان. والله بنسألكم سايقيننا وين؟
من شق السودان اللي بيمضوا موديله بهدده سايقين لنا وين؟ تريف السودان خوف كبير، الله يفتح عليك يا وئام. تريف المدينة بنحلها، لكن تريف السودان بدل ما انتم ماشيين عكس بيئة صايد، عينوا لبعض، عين لي زي ما حسنا احنا قعدتنا في البرنامج دي، بعين لأمونة وعين لوئام وهم بعينوا لي، بنطلع بأسئلة وأجوبة وبنانا بنطلع بنتائج. يا أخي أمرقوا أمرقوا من الخرطوم دي، أمرقوا أقعدوا في أي محل وبدون إعلام، الله يرضى عليكم، أمرقوا بدون إعلام، أمرقوا أمشوا بعشر إن شاء الله، أقعدوا تعالوا راجعين قبل يوم 15، انتو ديلوا يا انتو ديل، سيبوا التعالي على الناس، سيبوا التعالي على الإنسانية، سيبوا التعالي على المفاهيم، مصلحة الوطن أولا يعني بس السودان أولا. نعم. أنا عندي شعارنا في البرنامج ده يا أخي، والله برافو عليكم بشكركم كثير، أنتوا الليلة طلعتوا فوقي حاجات وأثرتوا فوقي حاجات. نعم. أنا بحاول أهديها رويوة، لكن معكم أنتوا الاثنين بعد ما بروية. طب منصة غنات البلد يعني إحنا بديم من البلد وإحنا من البلد للبلد. شعاري أبني المصلي قبل ما تبني المصلى، ابني الجامع قبل ما تبني الزول اللي بيجي يدخل الجامع يصلي، ابني الكنيسه، ابني المعبد، صحيح. ابني 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 قبل ما تبني ديل، ابني اللي بيدخل منه، ابني الانسان قبل المكان، صحيح. انسانك ده لو ما بنيته تقعد تحرش فيه وتقعد تسلط عليه وتقعد، خلينا من المعايش والمآسي اللي عايشينها الناس الليله. اسالكم بالله، اسالكم بالله تعالى، في واحد فيكم نزل هو بنفسه يمشي يشتري الكهرباء بتاعته؟ في واحد فيكم نزل هو بنفسه يا وزراء وزراء يا مجلس سيادة سيادة؟ في واحد فيكم نزل مشى وقف في العيش يشتري عيشه؟ في واحد رافعين حس سعر البنزين 250 جنيه في الليتر من الليلة وقفتوا في الصفوف دي؟ ولا زي ما بقول عليكم عيشكم ومويتكم جايه من الله المستعان؟ الحمد لله. نعم، برافو عليكم، الله يخليك يا دكتور. دكتور فاروق، بدك تحدثنا عن الاثار السلبيه المترتبه من الهجره من الريف للمدينه، في اكيد اثار كثيره سلبية. اول حاجه ناخذها هنا في المكان. نعم، خلينا اقعد واجهكم ما شاء الله عليكم، ناخذها في المكان. نعم، تركوا المكان. ايوه، يعني أي مكان في السودان مكان بتاع إنتاج، أي مكان في السودان أرض زراعية حتى ولو في الصحراء دي، لما عندنا المشاريع في دارفور وكردفان وفي شرق السودان، بلاد الخير، مشروع توكر في شرق السودان مشروع كبير جدا، حلفة جديدة، خشم القربة، مشروع جزيرة سابقا، جزيرة ده على النيل، لكن أنا بتكلم في مناطق في صحاري بتزرع لظروف التريف البدينة. إهلاك المكان جاء من إنه تركوا الزراعة، تركوا الإنتاج، تركوا 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 تركوا، اتأثرت المناطق الإنتاجية في الريف. نعم، اتهلكت، دمرت، عطشت، توقفت المصانع، توقف أي شيء، المواشي بقت مهنة، جاءت المدينة. المدينة وين الصناعة والزراعة اللي فيها؟ يا هل المنطقة الصناعية بحري والمنطقة الصناعية الخرطوم، وديل بيصنعوا شنو؟ صنعوا لنا بسكويت ولبن بودرة ولحمة صغيرة. مصنوعة و... نعم، صناعات صغيرة. اتريفت اتدمرت مناطق الإنتاج في الريف. الشيء السالب الليلة بتصريح أنا قريته أول امبارح، والله ما بتذكر هي قالته، لكن أظنها ولاية الخرطوم، لكن ما متأكد 100% إنه حاليا سكان إقليم الخرطوم القومي فوق 5 مليون، أكثر من ثلث سكان السودان، نسبة كبيرة جدا بتاعت. شوف التوسع. نعم. الامتدادات، ودي سكان كلهم سكان الخرطوم. وين الخدمات؟ وين المدارس؟ وين الموية؟ الليلة في مناطق يا أخي، أنا إذا ساكن والله على بعد 100 متر 150 متر من النيل في مدرمان ملازمين. نعم،
لو ما شلت خرطوش طوله 50 متر رميته جوه في النيل وجريته عندي بالحل كلها ودخلته البيت شفطته بتجيني المويه يوماتي. نحن بعض مرات 3 يوم ما يكون عندنا مويه، ما بالك في المناطق البعيده ابعد مننا بيجاي وبيجاي. يبقى التريف ضرره على مناطق الانتاج. انا هنا اركز على المكان، مناطق الانتاج اكثر ضرر على السودان من تريف الانسان نفسه يجي المدينه. الضرر بيصيب المدن كلها لانه اصاب مناطق الانتاج بالكامل. نعم، انت تكلمت عن الانتاج الان يا دكتور فاروق، ودي نقطه انا يعني لازم نقف فيها ونلقي عليها الضوء بشكل كبير، وممكن نمشي نعدي عليها بشكل كبير، لكن خلينا نطلع فاصل دكتور فاروق. وحقيقه احنا مستمتعين جدا بالحوار معك. يوم ما انا معاكم ليه نص الليل لو دايرين. احنا اسعد جدا بوجودك معنا وشرفنا ومنورنا. فاصل قصير اعود لكم من جديدنا احبابنا في كل مكان. عودة إليكم مجددا بعد فاصل الإعلان لأعزاء المشاهدين. دكتور فاروق، عايزينك تحدثنا برضو عن هنالك آثار إيجابية المواطنين يرون إنها بطوروا أنفسهم، يعني بيجوا من الريف بحسوا إنه طوروا هنا نفسهم في المدينة. الآثار الإيجابية شنو؟ الإيجابية كثيرة. نعم، زي ما قلت أنت التطوير، أطور نفسي. طيب أنا عايز أطور نفسي شنو؟ من ناحية خبرات علمية عملية أو حياتية. نعم، موجود في الخرطوم وفي المدن الكبرى كله، لكن إذا الليلة أنا بعرف أسرة 3 من أبنائهم بيدرسوا في جامعة كرتفان في الأبيض من أهل الخرطوم، ما داير يدخل في السيستم التعليمي، لكن إذا 3 من الخرطوم بيدرسوا في الأبيض مقابل من هناك 3 من كردفان يجوا الخرطوم. صحيح، جميلة في حتة التطوير والتدريب. أيوة، لكن التعليم الجامعي هو تعليم جامعي، جامعة جامعة، الطب طب، الهندسة هندسة، النجارة نجارة، الفلاحة فلاحة، كله بيدرس هنا بيدرس هناك. أطور نفسي لما أجي المدينة أسعى حقيقة، لكن كمان في الاعتبار هل ممكن يجد الإمكانيات؟ يعني إذا هو ترك ريفه في أي إقليم من الأقاليم، نعتبر من القضارف أو من كسلة حوالينا، كان ممكن ينزح للقضارف أو كسلة بالنسبة له أقل تكلفة وأقل في معيار المعيشة مما أي مدينة كبيرة زي الخرطوم، مدني، عبرة، قضارف، الأبيض، فاشر، بورسودان، كوستي. مطلوب إيجي، لكن هل المطلوب إيجي وهو ما زال؟ الليلة بنشوف فيه، يعني هنا عندنا أصدقائي في محلات عمل تجارية اقتصادية بيشتغلوا معاهم شباب تلاميذ، وأنا دائما لما أشوف الشباب شغالين في فترات زي دي بحب طوالي أدخل فيه وأسلم عليه، هناك يابا بتقرأ ولا ما بتقرأ؟ بيقول لي والله يا حاج بقرأ، يا عم يا خال بقرأ. طيب خليتها ولا لسه بتقرأ؟ في والبحب جدا زي ده لأنه جاء يتدرب ويتطور. بقول لي بيجي بشتغل عشان بساعد اهلي انه اطلع حق المصاريف، في اللي بيجي بقول لي خليتها. خليتها ده بصراحه والله بمسكه من الظهر وخليتها ليش؟ الظروف عندك امكانيه انك تستمر؟ عنده الامكانيه يستمر؟ زي ده يجي المدينه يطور نفسه بعد ما يكمل قرايته، ما يجيني وهو في مرحله الكتاب الأوسط الثانوي، لأنه دي أنت بتقرأ هناك بغض النظر من اللي بيحصل من صعوبات في الحياة، يجي داير يقرأ جامعة هنا يقرأ،
يجي خلص الثانوي يعني. انا برضو في واحد في شغال في بقاله وبعرفه، الناس دي بمشي لهم بضرب امثله حيه والله. نعم. اسمه احمد، خلص الثانوي وداير يساعد اهله، يشتغل في البقاله دي. عملت شنو؟ عملت كده 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 كده. من ليه ما داير تقرا؟ قال لي داير اشتغل عشان هناك. طيب ترتاح تشتغل شنو؟ مهنه الدائره. قال لي كده 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 الصفه. سبحان الله، بعرف واحد الليله علموه المهنه دي واشتغل فيها. خلص ثانوي يتدربوا، خلصت دراستك بالعلم في بيت شعر راح لي. العلم بيرفع والجهل يهدم، بيتا لا عماد له. نعم. والجهل خلينا نستدعي بيتا، دي خلينا نوسع. العلم يرفع بيتا اللي هي الأسرة، العلم يرفع صحيح. بيتا اللي هي الأمة. صحيح. العلم يرفع بيتا اللي هي اللي هو مجتمع. العلم يرفع بيتا اللي هو سوداننا ده. صحيح. ليه نحن نقعد، معليش يا أم حتة صغيرة وليه كده، ليه نحن نقعد؟ سودان زمان كانت الكورة وكان عندنا أزهر وكان كان كان المصريين. أنا عندي مثل بحبه جدا عندهم وأنا عشتها، خليها مني لأنها سياسية. عندهم مثل جميل بيقولوه، إحنا أولاد النهاردة. صح يا جماعة، خلونا نحن أولاد الليلة، من الليلة واللي قدام لسودان بكرة. دكتور فاروق، نسبة لضيق الزمن يعني اسمح لي أقاطعك، رسالة بشكل سريع وفي دقائق معدودة، رسالة بتوجهها لكل اللي بتابعونا اليوم كباحث إنساني وكباحث في إنسان السودان الجميل الصابر المتحمل اللي هو ممكن بتنتقصه مشكلة أن نتفاوض ونتحاور ونصل لأرضية واحدة نقف عليها، رسالتك شنو؟ عليكم الله، خلونا مع بعض نفتح قلوبنا دي لبعض، نفتح عقولنا دي لبعض. زي ما قلت، هي دي غنية ولا مثل فاوضني بلا زعل دي؟ أغنية. ما قادر يعني. من السياسيين الفوق لكل المجتمع، كل طبقات المجتمع في السودان. حاسس ذكرتوني حاجة ظريفة جدا لكن حقولها. عندي عمتي الله يرحمها ويحسني ليها. ألف رحمة عليها. كانوا أهل زمان كانوا لما الناس يجوم يزورهم ويجوا يمرقوا يقوموا كده عشان يقعدوا معاهم لسه ويتونسوا معاهم، بتقول لا خسمتك بالنبي تقعدي. حس والله يا مسؤولين البلد ويا السياسيين ويا كلكم للشعب السوداني، خسمتكم بالله ورسوله، خدتوها واطة. كلنا مسلمين، سودانيين مسلمين، سودانيين مسيحيين، سودانيين يهود، سودانيين هنود، سودانيين. بالمناسبة نحن عندنا في العمل ده ما عندنا جالية هندية ولا جالية يونانية ولا، عندي سوداني هندي زي ما سوداني محسي، عندي سوداني يوناني زي ما سوداني زغاوي، عندي سوداني قبطي زي ما سوداني هدندوي. ديل كلنا لو خدتينا إنسان السودان ده في روحنا، السودان ده في روحنا والله بنمشي. يا سلام. لسودان حديث، نحن هسه في السودان الجديد بعمرانه بإنسانه ده دارين نخليه حديث. الناس دي لاك بره هناك وصلوا كيف؟ يا سلام. الانضباط في العمل، الانضباط في الزمن. بعدين نحن ما عندنا احترام للوقت ولا عندنا احترام للزمن. هوي الخواجات بيقول لك respect yourself respect time، يعني انت اذا بتحترم نفسك بتحترم الوقت. يا سلام. تحترم الزمن. صحيح. يا سلام. دكتور فاروق شكرا لكم كثير. شكرا لك والله على المعلومات. شكرا لكم والله. شكرا لك، الله يديك العافيه. الاعزاء المشاهدين نطلع فاصل قصير ونرجع جاي.